هذه السورة قلنا أنها سورة مكية تتكلم على موضوع مهم جدا، وهو موضوع البعث والنشور، وهي من أساسيات الكلام أو من الكلام من المحاور الأساسية في السور التي هي سور المفصل. وقلنا بأن الله تبارك وتعالى ذكر وأقسم على أن أقسم بمخلوقاته العظيمة التي هي الرياح والتي هي السحب والملائكة وغيرها من المخلوقات على أن هذا الأمر حق. وهو ما هو الأمر الحق؟ هذا هو أن الله سبحانه وتعالى يبعث الناس بعد موتهم، أن الله عز وجل بعد الموت لا يوجد نهاية، ما كانش مثواه الأخير. يعني إحنا لما نموتوا ماشي هذاك هو المثوى الأخير يعني، والإنسان إذا مات لم يترك، وإنما سيحاسبه الله سبحانه وتعالى وسيبعثنا الله عز وجل يوم القيامة. فنؤمن أن عذاب القبر ونعيم القبر أمر حق، ونؤمن أن الله عز وجل يوم القيامة يبعث الناس أجمعين، ويبعث كل الخلائق من الجن والإنس والبهائم وكل ما خلق الله عز وجل، يبعثهم الأولين والآخرين، فيحشرهم الله سبحانه وتعالى، وينبت الناس كما ينبت البقل، كما يخرج البقل من أو النبتة التي تزرع بقلة أو حبة في بطن الأرض، فكما تخرج هذه الحبة وترجع نباتا، فالإنسان كذلك هذا الذي أصبح رميما وأصبح عظما، فإنه يخرج بعد ذلك من هذا العجب الذنب هذا الذي يكون منه، يخرجه الله سبحانه وتعالى كما تنبت أو كما تنبت الحبة تلك النبتة. فخروجنا بعد ذلك إنما يكون من أجل أن يجمعنا الله سبحانه وتعالى في أرض المحشر، اللي قالها الله عز وجل تبدل الأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. هذيك الأرض اللي هي في الآن في فلسطين وضواحيها اللي هي أرض الشام، هذيك الأرض ربي سبحانه وتعالى يغيرها ويجعلها كقرصة خبز بيضاء، ويحشر الناس عليها بعد ذلك، ويأتي الناس من كل مكان من كل مكان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في أبي ذر، قال يبعث وحدها مدفون، وين مدفون؟ في مكان خالي في الفلات، وإما يأذن الله سبحانه وتعالى وينفخ في الصور النفخة الثانية، يقوم الناس من قبورهم كل واحد وين مدفون، ويروحوا يتمشوا، فمنهم راكب ومكسي ومطعم، ومنهم راكب وغير مطعم ومكسي وغير مطعم، ومنهم لا كسوة له ولا طعام ولا مركب، يمشي حافي عريان حتى يوصل الأرض المحشر. من كل مكان يأتي الناس، ويجعلهم الله سبحانه وتعالى يجعل لهم نارا تجمعهم، ويلتقون بعد ذلك من أجل ماذا؟ حساب، يوم يشيب الولدان، ذاك اليوم يوم العصيب الذي يقف الناس بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهو يوم يغضب الله فيه غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب بعده قط، ذاك اليوم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا سخطه. وهذا اليوم هو الذي القرآن دائما يتكلم عليه، قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آبا، وقال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هذه كلها ربي أقسم عليها وتكلم عليها في غير ما صورة، وأحيانا في الصورة الواحدة يتكلم عليها مرات ومرات، بل جعلها المواضيع الأساسية لكثير من الصور. شوف مثلا سورة الحج، سورة المؤمنون، هذه الصور موضوع الأساسي في البداية كي يبدأ، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، هذه كلها إنما هي تدل على أن هذا الموضوع موضوع مهم جدا. لأن العلماء وش يقولوا؟ يقولوا المحرك الأساسي للأعمال الصالحة والمقوي للإيمان هو أنك لا تغيب ذلك اليوم عن نظرك، دائما هذاك اليوم نصب عينيك، إذا قعد هذاك اليوم نصب عينيك خلاص الإيمان يبقى مرتفعا، والأعمال تزيد والجهد يزيد، والإنسان يولي لا كسل له مع الله سبحانه وتعالى. أساس الثبات على الدين بتوفيق من الله على كل حال أن يكون الإنسان دائما نصب عينيه ذلك اليوم الذي يبعث فيه بين يدي الله عز وجل، مش النهار اللي تموت، النهار اللي تموت هذا كان الناس قاعد خلاص تموت، تموت بلمزيتك، مش النهار تموت، بعد الموت، بعد الموت. وحنا تكلمنا في هذه الصورة على أن الفرق بيننا وبين الكفار وشن هو؟
هم يؤمنون بالموت، نحن نؤمن بالموت، ولكن نحن نؤمن بشيء زائد، نؤمن بأن الله سيبعثنا بعد الموت، وهذا البعث سيكون فيه حساب، وهذا الحساب هو الذي يكون من خلاله الإنسان مكتوبا من أهل النار أو مكتوبا من أهل الجنة، نسأل الله يقينا وإياكم عذابه. فهذه هي الأساس التي الحاجة اللي ما لازمش تغيب علينا، ومنها يقوى الإيمان ويتطهر القلب وتحسن أعمال الإنسان مع ربه عز وجل في العبادات، وتتحسن الأخلاق، ويقول الإنسان لا يعطي قيمة للدنيا، وزيد على ذلك وش يصير منها؟ تهون المصائب على نفس الإنسان، الابتلاءات تهون في نفس الإنسان، ربي لا يراه مانع من حاجة ولا راه مبتليه بشيء معين، تهون في نفسه لما يعرف بلي الدنيا مفوتين مفوتين، وأن هذه الدنيا دار بلاء والجزاء يوم القيامة. تولي أي حاجة تفوت عليك، شوف احنا الناس يقول لك واحد الكلمات، هذوك الكلمات جايين من الدين، احيانا كي الناس يقيسوها جايين من الدين، وهذوك الكلمات ملاح صواب، جيب لهم الايات والاحاديث يعاونوها، يعني يدللون لها. من ذاك واحد يقول له فلان سرقني، او يقولوا لي دالك خبالك، هذيك اللي دالك خبالك علاه قالوها الناس؟ اللي دالك خبالك واش معناتها؟ معناتها خبالك اليوم القيامه، معناتها هذ الناس هم يؤمنون بيوم القيامه وكاين حساب. فالكلمه هذيك تهون على الانسان، يقول لك صح انا دراهمي ما راحوش، انا الرزق نتاعي ما راحش، انا الميراث نتاعي ما راحش، انا الطراب اللي كلاه لي فلان ما راحش، الدار اللي داها لي فلان ما راحتش، السياره اللي سرقها لي فلان ما راحتش، هذا كله ما راحش. علاه؟ لانه كان يوم القيامه نديهم حسنات، وكي نديهم حسنات اغلى من هذه التي نعيشها الدنيا التي هي فانيه. سيمبول رمادية غلق على الناس، مولاها يبدلها مكان، الله يجزيكم خير. فإذا حال الإنسان في يوم القيامة واستحضار يوم القيامة هو الذي يحسن ويهون على الإنسان وتصير حياته في راحة. بعد ذلك ربي سبحانه وتعالى لما تكلم على هذا الأمر وقرع أولئك الذين كذبوا بيوم الدين وتكلم عليهم الله عز وجل وأنهم في غمرة ساهون، تكلم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، انتقل القرآن إلى موضوع آخر، موضوع آخر، وهالموضوع هذا الآخر هذا هل عنده علاقة بالبعث والنشور لا؟ دوك نشوفه الموضوع هذا. الموضوع هذا الذي سيتكلم عليه القرآن الآن هو موضوع يتكلم على قوم لوط، وتعرفوا أن في كنعان، في يعني في المكان الذي كان يعيش فيه إبراهيم ولوط في مكان متقارب، إبراهيم ولوط عليهما السلام كانوا يعيشان أو كان يعيشان في وقت واحد بنص القرآن الكريم، وهذا رسول ومن أولي العزم من الرسل وخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، وذاك لوط عليه السلام نبي من أنبياء الله عز وجل بعثه الله عز وجل لقومه، وهذا القوم، القوم هذا الذي كان يعيش في هذه المنطقة، هؤلاء قوم الله سبحانه وتعالى بعث لهم الأنبياء وبعث لهم هذا الرسول اللي هو إبراهيم عليه السلام، فكانت دعوة النبي موجودة ودعوة الرسول موجودة، وإحنا قلنا أن النبي يأتي بدعوة مبنية على رسول قبله، يعني نفس الدعوة. فهنا لوط كان يعمل بشريعة إبراهيم، وهذو القوم هذول هما قوم لوط زيادة على أنهم كفروا بالله. وإحنا تكلمنا واحد الحاجة في القرآن كينا، قلنا بأن الأنبياء كيجوا عند الأقوام تاعهم كلهم يدعون إلى لا إله إلا الله، دائما يقولوا أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني يقولوا للقوم تاعهم ما تشركوش بالله. بصح كاينه واحد الحاجه مع الشرك ينهاهم عنها، وهي أبرز الأعمال التي تدل على أنهم لا يقدرون الله. كاين دائما دائما المجتمع تلقى فيه إذا كان اجتمع على حاجه ودارها كامل معناتها يولي ما يقيمش ربي سبحانه وتعالى. وعلى هذيك كي تعمل فاحشه في الناس، كي تعمل فاحشه في الناس وش يولي؟ يولي العذاب تاع ربي ينزل، نسأل الله السلامة والعافية. علاه؟ لأن هذاك المجتمع كامل يولى ما يقدرش ربي سبحانه وتعالى. ما دام المعصية هذه ما دارهاش واحد مخبي ولا زوج ولا ثلاثة وراهي مسطورة، وإنما هذه راهي يديروها الناس كامل. فعمت الفاحشة، ما فشت الفاحشة في قوم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الآن تفشو هذيك الفاحشة تولي وشنو؟ عندها تغطية قانونية، الناس واش يديروا كي يشوفوا المعصيه هذيك؟ يقول لك كل واحد الله يسهل عليه، هو ويعصي في ربي ويقول لك الله يسهل عليه، يدعي له ربي باش يسهل له. تسمى هذه
يقولي المنكر ما كاش، إنكار المنكر ما كاش، الأمر بالمعروف ما كاش، فهنا يقولي يحل العذاب. إذن الأنبياء وش داروا؟ شعيب عليه السلام جاء قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال لهم أوفوا الكيل والميزان. كان عندهم الشرك وكان معاه كذلك معصية، وهي أنهم كانوا يطففون الكيل والميزان، يسرقوا في الميزان. فالآن هذيك المعصية سرقة الميزان، قوم شعيب هذوك كان عندهم الزنا والسرقة والعقوق الوالدين، عندهم معاصي واحدة أخرى، بصح هذه المعصية تاع التطفيف بالميزان أو السرقة في الميزان، هذه المعصية كانت ظاهرة بهم، يعني حاجة خاصة بهم، كانت حاجة ظاهرة فيهم، نسموها احنا الظواهر، الظواهر يعني نقولوا هذه ظاهرة، بمعنى هي حاجة عامة في الناس حتى ظهرت للعيان، ولات خلاص ما كلها تجيب عليها دليل، ما كلها تجيب عليها دليل. كون يجيك واحد يقول لك هنا اعطيني دليل باللي الجزائر فيها التبرج، تضحك عليه تقول له اعطيك دليل، اخرج برك ميترا قدام الجامع وقول لي لا كاين دليل ولا ما كاش، كانه راه يقول لك اعطيني دليل باللي كاين الشمس في النهار، كاين امور ما تقدرش تطلب عليهم دليل، ما كاينش دليل، ما نقولكش انا كاين دليل، اخرج برك برا هذا مكان، اخرج برا تشوف، كيما تشوف الشمس ما كان نعطيك عليها دليل راح تشوف باللي كاين تبرج. واش معناتها ولا التبرج ظاهره ماشي معصيه، ولا ظاهرة يقرها المجتمع، يقرها والقلوب ما تنكرهاش، وعادي تدخل البت وتخرج عادي عادي، كما الدخان ظاهرة، كما سب الله ظاهرة، هذو ظواهر. وهذه الظاهرة وش معناتها؟ معناتها معصية تفشت في المجتمع والمجتمع أقرها حتى ولات خلاص منتشرة ما كاش مشكل، لا ينكرها أحد، ما ينكرهاش. وقوم لوط وماذا فعلوا؟ قوم لوط جاءوا بظاهرة وفاحشة لم يسبقهم بها أحد من العالمين، ولذلك الله سبحانه وتعالى في آيتين قال أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، وقال عنهم الله سبحانه وتعالى بل أنتم قوم مسرفون. وش معنى الإسراف هنا؟ أي تجاوزوا الحد المعقول، بمعنى أنهم عصوا الله عز وجل بتلك الشهوة، وأنهم ارتكبوا هذا العمل، عمل لوط، عمل قوم لوط الذي هو عمل منافي للفطرة أصلاً، يعني الفطرة ما تقبلوش، النفوس تتقزز منه، ولذلك الآن هؤلاء وزيد على ذلك أنه لم يسبقهم بها أحد من العالمين. عبك أصعب مصيبة أنك تجيب معصية جديدة أنت تخلقها، أنت تخلق هذه المعصية، وكي تخلق أنت المعصية هذه وتجيبها أنت جديدة وش يصنع لك؟ كل من يأتي بعدك يدي تدي أنت الإثم تاعه. وشفته في الحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما من نفس منفوسة تهدر أو تزهق يعني تموت تقتل بغير حق إلا ولي أحد بني آدم، واحد من بني آدم هذاك اللي قتل خوه الأول كامل، هذاك قصة هابيل وقابيل الأول اللي قتل، هذاك الأولاني يدي فيها الإثم. درك كل واحد يقتل واحد، شوف شحال ماتوا من الناس بعد هابيل وقابيل، شحال ماتوا من الناس ملايير، كل واحد قتل خوه بغير حق، بغير حق قتله بغير حق، إلا وهذاك الأولاني من بني آدم يدي معه الوزر، يدي معه السيئات، لأنه هو الذي سن القتل في الأرض. وكل واحد فينا قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان له وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، يعني ليخرج معاصي درك اليوم يخرجوا فيها مجدد هذوما، ليخرج حاجة جديدة يعصي الناس بها ربي سبحانه وتعالى راح يدي هو إثمها إلى يوم القيامة. وهذه هي اللي صعيبة، أنك تولي تدير حوايج وهذوك الحوايج ينتشرون، نسأل الله السلامة والعافية. وقوم لوط ماذا فعلوا؟ جاءوا بفاحشة، وهذيك الفاحشة هي أصلا حرام، وزيد على ذلك منافية للفطرة مقززة للقلوب السليمة والعقول المستقيمة، كذلك الطباع المستقيمة، كذلك ماذا؟ أنهم جاءوا بشيء لم يسبقهم به أحد من العالمين، بمعنى أنك أنت باش تخلق معصية هكذا معناتها القلب راه تعفن لدرجة ما تقدرش تصور. ولهذا لوط أنكر عليهم ذلك، وإبراهيم كذلك أنكر هذا، فهذه مما أنكرها الشريع عنهم. وهذه القصة يقول الله تبارك وتعالى عنها هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. ضيف إبراهيم قيل أنهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، وقيل أنهم ملائكة، ملائكة جاءوا على صورة شبان
شبان ملاح، يعني شبان يعني عندهم الجمال والوسامة، ومكرمين ضيف إبراهيم جاءوا على أساس أنهم ليسوا على هيئة الملائكة، جاء بعثهم الله ليبتليهم. ورب سبحانه وتعالى قال ربي عز وجل: وما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كنا إذا منظرين. أو هذا الآن هذه الملائكة كي نزلهم ربي سبحانه وتعالى في الأرض، لا نزل ربي الملائكة للأرض إنما ينزلهم للعذاب، هذه لا نزلهم على قوم منكرين، قوم معاندين، قوم كفار. إذا نزلهم ربي الملائكة قالوا لولا أنزل عليه ملك أو جاء معه ملك. قال ربي سبحانه وتعالى: وما ننزل الملائكة إلا بالحق، يعني لو كان نبعث لكم الملائكة، الملائكة ما نبعثهمش مع الرسول، نبعثهم يعذبوكم. فربي أرسل من؟ أرسل الملائكة. الملائكة هذه جات للعذاب، ولكن جات باش تزيد تثبت الحجة على هؤلاء الناس. ربي بعثهم في صورة شبان، يعني فيهم الوسامة والجمال والحسن. لماذا؟ حتى يبتلي بهم قوم لوط. حتى قوم لوط إذا رأوهم يقولوا شوفوا فلان جو واحد الناس عندهم الجمال وعندهم كذا، راهم موجودين وين؟ موجودين عند إبراهيم الضيوف، فيلا نروحوا نعتديوا عليهم. يعتدون عليهم لماذا؟ لأنه ربي وش قال فيهم؟ هذه أنا كل حد جمعتها في مكان آخر في واحد البحث تاع قوم لوط، هذه أنهم جمعوا كذلك من المساوئ، أنهم قال ربي وتأتون في ناديكم المنكر، كانوا يأتون هذه الفاحشة جماعات جماعات أمام الملأ مع بعضهم البعض وليس في ستر. قال وتأتون في ناديكم المنكر، يعني أمام الجماعة. والأمر الثاني، الأمر الآخر ماذا كانوا؟ كانوا يقطعون السبيل، يقطعون السبيل بمعنى كانوا يقطعوا للناس ويعتدون عليهم. فهذا العمل والعياذ بالله الذي اعتدى هذه المراحل كلها وهذه الأوصاف كلها، كونهم لم يسبقهم أحد من العالمين، كونهم كانوا يقطعون السبيل للناس، كونهم كانوا يأتون هذا الأمر عيانا أمام بعضهم البعض، كونهم كانوا لا يخافون الله عز وجل فيرتكبون هذه الكبيرة، وكون أن العمل منافي للفطرة، هذه خمسة أوصاف قبيحة. ربي سبحانه وتعالى وش دار لهم؟ بعث لهم هذا الناس الملائكة، بعث لهم ملائكة في صورة إنسان، في صورة الإنس، في صورة شبان، حتى يفتنهم. فجاءوا يهرعون، جو يجريوا عند إبراهيم. ولذلك ربي عز وجل قال: هل أتاك حديث ضيف. شوف هنا هل أتاك هدية، هو كان يتكلم الموضوع على موضوع ماذا؟ كان يتكلم على الناس في قريش كيبعث لهم ربي عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذبوا يوم البعث، قال لك احنا ما يبعثنا حتى واحد، نموتون ولو تراب ما كان والو. ربي عز وجل كيتكلم معاهم وهددهم وقرعهم، التفت بعد ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام قال له: هل أتاك يا محمد. أو سرد في القصص اللي كانوا قبلكم، كان الناس كذبوني وكذبوا الأنبياء فعذبتهم، فقال له: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم، يعني هل أتاك الخبر والحديث هذا الذي تحدث عنه، حتى إن قريشا وإن اليهود والنصارى يعلمون بهذه القصة لأنها من أنباء إبراهيم، من أنباء إبراهيم. فالآن قال له: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم. هذو الملائكة كبعتهم أنا، بعثهم الله عز وجل امتحانا ومن أجل أن يعذب بهم هؤلاء الفجار. فقال الله عز وجل: حديث ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، سلموا عليه. قيل هذه قالوا سلاما، هنا سلاما نزلت في المفعولية بمعنى ما قالوش دخلوا، قالوا سلاما على تقدير المفعول، نسلم عليك سلاما أو نبلغك سلاما أو نلقي عليك سلاما. قالوا سلاما، هكذا سلاما على ظاهر القرآن الكريم. قال سلام، سلام ما قش سلاما هو إبراهيم، قال بالرفع. قالوا لأن الرفع في اللغة العربية أثبت من النصب، الرفع أثبت من النصب، فقالوا إبراهيم رد عليهم بتحية أحسن منها، لأن الله عز وجل علمنا أننا نرد التحية مثلها أو بأحسن منها. هما قالوا سلام وهو قال سلام، ولكن هل رد بأحسن منها ولا بمثلها؟ هم قالوا سلاما منصوبة، هو قال سلام مرفوعة، قالوا هنا إبراهيم قالها رفعا لأنها أثبت وأفضل من النصب، فكان قد رد عليهم بتحية أفضل منها. نحن على كل حال على الكلام الدائر في هذه المسألة، أنا ما نحبش نخوض بزاف هذه الأمور لأن نمشي في الحاجة المهمة بزاف.
على كل حال احنا عندنا شريعه تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، شريعتنا احنا اللي جاء بها النبي عليه الصلاه والسلام، كل ما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام من الشرائع هذاك هو الشريعه تاعنا احنا. يعني لا كان حاجه عند الانبياء تلفت لنا ولا جاتنا معارضه، احنا نتبعوا الرسول عليه الصلاه والسلام في الشريعه. اما في العقيده والتوحيد كاع الانبياء عندهم دين واحد، دين واحد. احنا الان لما نشوفوا الرسول عليه الصلاه والسلام جاءتنا الايه المحكمه فردوها، نرد تحية بمثلها أو بأحسن منها. وعندنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إذا قالك السلام عليكم تقولوا وعليكم السلام ورحمة الله، إذا قالك السلام عليكم ورحمة الله تقولوا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إلى آخره من الصيغة. الآن إبراهيم رد عليهم السلام وهم سلموا عليه، قال سلام قوم منكرون، قال لهم أنتم ماشي من عندنا. شوف منكرون هنا حملت معنيين، يعني نكرهم، مش نكرهم بمعنى حاوزهم ولا لا، نكرهم بلي ما عرفهمش، لان الانكار هنا بمعنى انك ما عرفتش، والانكار يتضمن معنى زائد، وشن هو؟ انك ما نكرتش يعني ما عرفتهمش، وزيد على ذلك انك متوجس منهم او انك لا ترضى بشكلهم. وكان ابراهيم لم يرضى بشكلهم لانهم جاءوا على صوره تاع ناس، يعني طبع الرجل ماشي هكذاك، طبعا الرجل يعني ما موش بديك الصورة الجميلة التي حتى يطمع فيها قوم لوط. ولذلك الآن شوفوا الآن شبابنا هنا لابد من اللي يخلق، من اللي يخلق وليدك تعطي له الاسم تاع راجل، تعطي له اسم تاع واحد اللي ما تعرفه لا ذكر ولا أنثى. وإحنا اليوم شوف الأمة تعرف ديانتها بأسماء أبنائها، الأمة تعرف ديانتها بأسماء أبنائها. وحنا اللي رانا درك قوم ننكروا في ديننا وننكروا في حتى في الوطن تاعنا ولا ننكروا في الانتماء تاعنا، الهويه تاعنا ننكروها. شوف كيما نستحيو نهضروا بالعربيه، نستحيو نسميو، نقول لها تسميها عائشه، كيفاش تسمى دوك الناس يعيطوا لها عائشه، عائشه يعيطوا لها عائشه، يعيطوا لها خديجه، تسمى درك في 2023 يعيطوا لها خديجه، هذه تسمى راهي كيما جده هذه واسمها. وشوف وين ولينا مشينا، فهمت؟ ما تقوليش تسمي دوك عمر، عمر، أبو بكر، كاش اللي يسميه هذا؟ قليل، لازم نسميه اسم ما تعرفوا لا قاوري ولا تعرفوا عربي، ما تعرفوش لازم، هذاك الاسم هذاك يكون هك وهك، ويميل ماذا بيا وإلا كان خلات وكان الراجل تسمى شوية مدين ولا يمه مدينة ولا كذا، وهذيك المرأة يتبع في المسلسلات، نعطوا له اسم، هذاك الاسم كي تحطوا على هذاك الممثل ولا المطرب ولا المطربة يجي، وكي تحطوا على صحابي يجي. يعني يكون هكذا شويه حاجه كيما هكا. وإلا كان حبيت نسميوها على نبي، أيا نسمو دانيال كاين نبي باش يجي مليح. أما نسميه لك أنا شعيب ونسميه لك أنا إسماعيل وكذا غير ما كان له. وهذه مصيبة، هذه مصيبة. من الأسماء كما قال الإمام مالك رحمه الله: كنا نسمي أبناءنا لأعدائنا. جعفر كي يسمعوه هكا يديروا الأعداء. يسميه أولادهم يسموهم لمن؟ عبد الله، الحارث، همام، عبد الرحمن، عمر، ابو بكر، كي يسمعوهم هاك يديروا، الزبير، يعني الناس كي تسمع اسماء مثل هذه مخيفه للعدو. واما قال وكنا نسمي خدامنا لنا، الخدام تاعك يدور معك في الدار، عند المراه تاعك يدور في ولاد، عند ولادك، سميه انس، اسامه، هذول اسماء لطيفه، لانها اسماء الطوافين اللي يدوروا عندك قدامك في الدار. فهذه الحضاره نتاعنا احنا العرب كيفاش نسميه؟ حضاره، لان الاسم هذا عنده اثر. تسميه انت كيما هذيك المطربه ولا كيما المطرب ولا ممثل ولا اللاعب ولا راح هو يفيداته، عنده الشعور هذاك في نفسه يتركب فيه بانه هو لازم يخرج كيما هو، خاطش انا بابا سماني كيما هو. والنبي عليه الصلاه والسلام قال: احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن، واصدقها حارث وهمام. واش معناتها اصدقها؟ معناتها تصدق عليه، كي تسميه راح تخرج فيه هذيك الحاجه. سميته حارث ما تخافش راح يخرج لك يحرث، يربي ينحيلو الكسل، يخدم على روحه. همام عنده الهمه، راح يتاثر فيه الاسم. والرسول عليه الصلاه كان يغير الاسماء، قالوا انت حزن معناتها حاجه صعيبه وفيها الحزن ثاني، قالوا والله العائله تاعنا ما يضحكوش، جدنا واسمه حزن، غيروا، قالوا بل انت سهل، قال فما زال الحزن فينا حتى غير فينا النبي عليه الصلاه والسلام، غير فينا الاسم تاع جدنا. كي غيرنا الاسم تاع جدنا ولينا
وبعدين خلاص الحسن البصري ولينا لا باس بينا نضحكوا ونقصروا. راح لنا ذيك الكآبة، كاين ناس عائلات تلقاهم يضحكوش ومزيرين. والأسماء تلعب دور يا إخواني الكرام، وتلعب دور على شخصية الإنسان. كاش ما كاش ما كاش راجل راجل عنده شوش عيد لها كنهار كامل، كاش هذه ما كاش هذه. حتى ولينا والله 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 البارح نمشي والله العظيم نلقى قدامي واحد طفل يشري من عند الحانوت وخرج 16 ولا 18 سنه، والله غضيت البصر غير عن بالي طفله، والله غير غضيت البصر قلت واحد صايم يا خويا غير ما ياكلوناش هذوما الحسنات نتاعنا. حتى لحقت ليه لقيته مسكين وليد الجار هنايا وخلاص. والله حتى المشيه نتاعو اللي كاين هذيك الشوشه هابطه هكذا طايحه، حتى المشيه تاعها والله غير عطالها المشيه تاعها، وهو لا يشعر مسكين، نسال الله يهدينا ويهديها. هو لا يشعر، انت راجل، انت راجل ذلك ربي يشعر في وجهك، انت راجل انت، انت برجولتك وبقوتك. ما كانش هذه تماكي وتدير وتعمل وتزين وتدير شعرك نهار كامل. النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن الترجل الا غبا. نهانا ماشي تاع كل يوم في المرايه وكل يوم تدير وتشوف وتحوس بالنقطه وكذا، ماشي تاعك هذيك على بالك، ماشي تاعك انت جمالك في حيائك. حتى المرأة تميل لمن المرأة؟ تميل للرجل، للرجل، الرجل اللي عنده شعر في وجهه، كما قالت عائشة زين الرجال باللحى. انت راجل، انت يا ربي خلقك هكذا داير خلقك. ولا الرجل ولا الرجل يدور على جسده كله، في صدره في ظهره، لازم يخلي حتى اثر تاع رجوله فيه. وهذه مصيبة نعيش فيها الان. ولذلك ابراهيم انكر هذا كما في بعض التفاسير. قال انكرهم لانهم كونهم حسان، يعني ماشي من عادته يشوف راجل يعني بهذيك الصوره الجميله. هو ربي بعث الملائكه في هذيك الصوره امتحانا لقوم لوط، امتحانا لقوم لوط حتى ياتوا. ولذلك لما شافوا قالوا يلا راه كاين واحد الناس جاوا ضيافه هنا عند ابراهيم، راهم واحد الجمال واحد كذا، يلا روحوا نعتدي عليهم كما هي عادتهم، نسال الله السلامه والعافيه. وانظر الى هؤلاء القوم، يعني صاروا لا يستحون من الناس ولا من الله سبحانه وتعالى ولا من نبي، ما استحوش منه. فمشى، وقيل ان الذي اخبرهم بذلك هي زوجة لوط التي كانت خائنة وكانت مغيرة لدينها، لم تكن على الاسلام. امرأة نوح، امرأة لوط، هاتان امرأتان خانتا زوجيهما. ولذلك ماذا قال؟ قال فراغ الى اهله. شوف، قال قوم منكرون، دخلهم للدار، رحب بهم، فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين. جاء شوف مباشرة، راح راغا بمعناتها راح يجري، راح يجري حطهم راح يجري، ما قالوش واش تاكلوا. كي تقول واحد انت جا ضيف تقول له اسمع نجيب لك قهوة، واش يقول لك؟ يقول لك لا لا، حتى لو حاب يشرب يستحي. تقول له نجيب نحط لك تاكل، يقول لك لا لا، لأنه هذيك نحط لك تاكل، نجيب لك نسخن لك فيها ماكلة، ندير لك كذا، هذه واش دير الحرج في الإنسان. يقول لك ما أقول. لا لا بارك الله فيك يعطيك الصحة. هو يستحي لأنه ضيف، هو ضيف، خاصة إذا كان هذا الإنسان ماشي مداصرك، ما يعرفكش مليح، أو جاك ضيف غريب. وهذوما أول مرة يجوا عند إبراهيم. إبراهيم كي شافهم أول مرة واش قال لهم؟ ما قالوش لا تاكلوا ولا، راح يجري. واش دار؟ عجل سمين، يعني أفضل ما عنده من الخير. وش حال هما؟ قيل ثلاثة، جبرائيل وميكائيل وسرافيم، ثلاثة شبان، مجموعة صغيرة من الشباب يأتي بها إبراهيم، يأتي لها عجل عجل عجل، جاب لهم وكريف كامل، راح مباشرة ذبحوا جابوا حطوا مباشرة جابوا، قام به قام وطيبوا غير ذلك، فقربه إليهم. شوف طيبوا يعني بسرعة، ماهيش مشكلة، لأنه كان مهيئا لهذا الطبخ. وهذه شوف هذا السياق، هذا السياق هو اللي في سورة هود، كاين في سورة هود نفس السياق القصة هذه. الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى خرج منها أداب الضيافة بالمنقاش، خرج منها أداب الضيافة جميلة جدا خرجها، من بينها أنه الضيف من أدابنا أننا نجو نحطوا له الأكل، لأننا احنا شوف احنا ما نتكلفوش. قال سلمان نهينا عن التكلف، نهينا عن التكلف، احنا عايش ولينا ما نضيفوش، لان نقول لك اسمع لازم كي نضيفوا ندير له هذه وندير له هذه، ولازم المراه تكون قاعده، ولازم هذاك النهار ما يقراوش الدراري، ونكونوا احنا قاعدين ونكونوا كذا، ولازم تكون ويكاند ما نكونوش خدامين ونكون كذا. علاه؟ لاننا ولينا نتكلفوا، كي ولينا نتكلفوا ولينا ما نضيفوش، ولينا نشوفوا الضيف هذايا ثقيل علينا.
لان نادوك لازم نقضي له وعلى بالك ولازم لك نهار كامل تقضي وتوجد والمره نهار كامل هي طيب. هذا الشيء اللي خلانا احنا يا ولينا ما نضيفوش. بصح كي ما تكونش متكلف ارواح واش عندنا ناكلو؟ طعام الواحد يكفي اثنين واثنين يكفوا ربعه وناكلو ماشي مشكله. وكان عندي نخرج جريان يعني نجيب لك نزيد حاجه معاها وناكلو مع لاباس علينا. ونضيفك وتاكل انت واش كليت واش لقيت كليت وانا واش لقيت الحق والسلام وخلاص. ونضيفو ونعدو اي واحد نقبلوه ما عندناش مشكل. وكي يكون عندنا الخير نروحو نجيبو الحاجه المليحه كامله نحطوها كما دار ابراهيم عليه السلام. وهذا من اداب الضيافه التي ضرب لنا فيها المثل الاعلى ابراهيم عليه السلام. ضرب لنا مثلا عظيما ابراهيم وهو اللي قال عليه ربي ان ابراهيم كان امه قانتا لله. هذا الرجل العظيم الذي والله حبه نحبه ونتقرب الى الله بحبه خليل الرحمن. فهو ابونا ابراهيم. شوف الان ماذا فعل؟ اعطانا درسا لان ابراهيم امه يعني بمعنى قدوه كذلك المعنى. الان هذا الرجل القدوه هذا وش دار؟ اتى مباشره ما عنده احسن من المال وما قالهمش لا تاكلوا ولا ما تاكلوش وقربه اليهم. راح حط لهم قدم لهم. ما جاش حطها على جهه وقال لهم شكون ياكل سربيلو، لا جابها حطها قدامهم قرب له الماكله وخلي الانسان نحي له الحرج. الضيف تعرف كيفاش يلقى راحته؟ نحي له الحرج من 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 البيت. لانه هو كي يدخل البيت ويشوف بيت جديد وكذا يستحي يقعد قدامه نحي له الحرج. خليه كانه صح في بيته ما تقولوش راك في دارك وتحرجه. خليه صح انت حسس له بلي راه في داره وخليه يرتاح. هذه هي من 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 طبائع اكرام الضيف. والضيف اخواني الكرام قال النبي عليه الصلاه والسلام ليس منا من لم يكرم ضيفه. وقال عليه الصلاه والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. وكذلك من 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 اصول الايمان او من علامات الايمان قري الضيف. اننا الضيف هذا نعاونوه نعطيولو نجمعوه نوكلوه نشربوه ونفرحوا معاه ونتبهوا البشبشه في وجوهنا حتى يشعر يعني شيء عظيم. وقلت لكم من قبل والله زرنا علماء علماء كبار لما تشوفهم يديروا في الدروس وكذا في الحرمين حاجه كبيره. علماء من الكبار من هيئه كبار كبار العلماء. ولا كي تروح لعنده البيت بالحفا يخرج يخرج بلباس اخر بلباس تاع الدار ويخليك تشعر كانك انت وليد الدار تاع الصح ويحطك ويقربك. تشوف الناس العلماء حقيقه تشوف فيهم العمل. وهذه هي سنه نبينا صلى الله عليه واله وسلم. فقربه اليهم قال الا تاكلون. شوف ما قالهمش والله غير تاكل وما تاكلش نزعف عليك، لا ما تحرش الناس. علاه؟ اللي يدخل واحد بالك عنده السكر بالك ما يغش ياكل. وكي تحلف انت ويقول لك انا كريت على جالو والله راك تشوف راني كرشي توجع فيا. على سبيل التحضيض والعرض واللطف. التحضيض الا تاكلون. شوف الا الا اداه تحضيض يعني تحضهم فقط. قال تاكلوا بسم الله. انت خلاص حطيت لهم كلش الان كي ياكلوا ما يتحرجوش ما قالوكش روح جيب لنا. حطيت لهم وقربت وقال وقلت لهم الا تاكلون بسم الله كلوا تفضلوا. فالان هنا هو الان ياكل بكل راحه واعطيت لهم الاذن فخليتهم يرتاحوا. هذه من من اداب بعض الاداب بعض الاداب التي استشفها العلماء على راسهم ابن القيم رحمه الله في اداب الضيف من قصه ابراهيم عليه السلام. فاوجس منهم خيفه. هما ما كلاوش لانه ملائكه ما ياكلوش. هذيك العجل السمين اللي حطوا ما كلاوش. وزيد على ذلك الماكله مليحه وما كلاوش. فلذلك الان لما ما كلاوش ابراهيم اوجس منهم خيفه. خاف. ولذلك واش يقولوا العلماء؟ يقولوا هل خاف منهم؟ منين يخاف ابراهيم؟ ابراهيم ما يخاف، منين يخاف؟ يخاف من الجن لو كانوا جنون، الجنون ياكلوا. وزيد على ذلك اذا كانوا جن ما يخافش، المسلم ما يخافش من الجن. الجن الجن اضعف منا. الجن احنا اضعف علينا، على هذيك احنا باش ما نضروهمش باش ما نضروهمش وباش ما نحقروهمش وما نتعداوش عليهم. وش وش ربي لا نحاهم ولا ما يشوفوهمش، هذا مكان. ما فيهم حتى حاجة قوة زايدة علينا، ما عندهم حتى قوة. لا يملكون لك ضرا ولا نفعا. باش تخاف منهم تقول هذوك الناس ما تحبش تسميهم وكذا. ما تخافش منهم. ما يديروا لك والو، قوة تكون عندك قوة إيمانية وقوة شخصية توكل على الله. ما تقولش ما نآمنش بهم، لا لا. كي تحب زعما تبين لنا بليك قوي، تقول أنا ما نآمن لا بالسحر ولا بالعين ولا بالجن. تولي كافر هنا ولا آمن بهم بلي كاينين ما تخافهمش لأنك أنت عندك الله سبحانه وتعالى عندك إيمان. وعلى عمر كي كان يتلاقى مع إبليس يتبدل الطريق ولا لا؟
وش يكون عمر؟ وش عنده عمر؟ وش عنده رضي الله عنه؟ وش عنده زيادة علينا؟ الإيمان، الإيمان وقوة الشخصية، عنده قوة شخصية. ولذلك الناس اللي عندهم قوة شخصية كذا ما يحكم فيهم لا سحر لا عين ولا، يعني ما قاويين، لا الجن هذا قاع ما يوسوس فيهم، ممكن العين تقيسه ممكن، بصح الجن هذا ما، والسحر إذا أصابه السحر يعني يكون ضعيف، يعني ما يزيدلوش ديك الوسواس الزايدة، ممكن يتضرر شوية كما الرسول عليه الصلاة والسلام، بصح ما يروحش لهذيك الوسواس والخوف الزائد كذا، حتى ولو قاسوا سحر وقدر الله صابوا سحر ولا، عنده قوة شخصية، تعاونوا هذيك قوة شخصية في الرقية. وأما الجن ما عنده حاجة فيهم. لماذا؟ لأنه إنسان قوي بربي سبحانه وتعالى. وش يدير لك الجن؟ وش يدير لك؟ أنت قوي بربي سبحانه وتعالى، عندك أذكار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا عظمت يتعاظم، وإذا ذكرت الله انخنس، يذوب كما يذوب الملح. يذوب، كي تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذوبوا هك. علاه قلنا كي تعثر ما تقولش يلعب البليس ولا تعيس الشيطان، ما تقولش كي تعثر. تعثرت أنت ما تقولش تعيس الشيطان، قال فإنه يتعاظم. تعود يقول لك الشيطان شوف، أما على بالهم بلي حتى كي يطيح على بالهم بلي أنا يا سمانني حكم الدنيا كاملة. يقول لي يحس روحه عظيم، أنت علاه محصلها في إبليس، وإبليس هو يدير كلش، هو كلش ما يدير لك والو. هو إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ربي قال له نهار، قال له أنا يعني ندير فيهم، واش قال له؟ قال له كاين واحد الناس، احنا ان شاء الله نكونوا منهم يا ربي. قال لهم كاين واحد الناس هذوك ما تقدرش تمسهم. قال ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذوك اللي قراب مني انايا ما تقدرش تمسهم. ولهذا ابراهيم ما حش يخاف من الجن، يعني حتى ولو كانوا جن ما حش يخاف منهم، اذا ماهوش يعتقد بالله جن. ولو كانوا ملائكه يخاف منهم ابراهيم عليه السلام، ما يخافش من الملائكه. اذا فاوجس منهم خيف على، أوجس منهم خيفة على قومه، الرحمة على الأنبياء. القوم هذو اللي راهم فاحشة تواطؤوا عليها جميعا، وراهم دايرينها شيء اللي عمرهم ما فات في البشرية نهائيا، وراهم يسخطوا في رب العالمين عليهم. ومع ذلك إبراهيم خاف عليهم، خاف فأوجس منهم خيفة على قومه، يعني وخاف على من؟ على الصالحين تاني، لأنه يعرف عنده القانون تاع ربي، عنده يعرف نبي عارف أنه ربي كي يبعث الملائكة وجو الملائكة الله ما تعرف بلي كاين عذاب. والأنبياء ما يحبوش العذاب لأقوامهم، ما يحبوش. وزيد على ذلك كاين ناس صالحين، فإبراهيم خاف فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، بنت عليه الخوف، لأنه الأنبياء ما يخافوش من حيث ليهم هما كيما احنا دوكا تروح في المقبرة في اللي تخاف، يروح يدوك الغابة في اللي تخاف، عندك واحد الخوف البشري. أنبياء ما عندهمش خوف بشري، هذا ما عندهمش، عندهم شجاعة. لأن موسى لما خاف من الأفعى قال له ربي لا تخف، إن يا موسى لا تخف، إنه لا يخاف الذي المرسلون. المرسلون ما يخافوش، المرسلون عندهم شجاعة. كذلك الداعية إلى الله لازم تكون عنده شجاعة، لأنه العالم يورث الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء. وهذه كلمة العلماء ورثة الأنبياء كلمة مظلومة، هذه الكلمة ما دام جاتني على اللسان لازم نبين فيها هذه الكلمة. هذه احنا واش نديروا كي نبداو نطلبوا العلم كذا، نعتقد العلماء ورثة الأنبياء. إذا أنا باش نورث الأنبياء نروح ندي العلم، ونبدا ندي في المعلومات. والعامل واش هو؟ أخلاق صفر، والأعمال الصالحة صفر، ما كاين والو، وأنا عالة على المجتمع وخلاص. ندي في المعلومات، مانيش وارث للأنبياء. الأنبياء كانوا صناعا، كانوا ناس يعتمدون على انفسهم، كانوا ناس عندهم اخلاق عاليه، كانت عندهم عبادات، عندهم مواقف، قوه شخصيه. هذا تدي كامل، تديها كامل كما راهي باش تولي ورثه الانبياء. ولذلك العلماء هم علماء ربانيون، ولهذا كاين بعض العلماء كنا نقول لهم احنا صغار نقراو عندهم، نقول لهم يا شيخ ادعي لي نكون عالم. واش يقولون؟ ان شاء الله تكون عالم رباني عامل، يقول لك هكذا، لانهم عارفين، يعرفوا العلماء. يقول لك واش الفائده تدي العلم وبعد تولي نتايا هذاك العلم تاكل به اموال الناس ولا تجيب به بلاصه وخلاص، هذا ما كان. لازم تكون خدام في كلش كما الانبياء، كما ابراهيم كرم الضيف، انت تكرم الضيف. ابراهيم شجاع، انت شجاع باش تورث الانبياء، باش تورثهم، ولا تورث غير المعلومات، ما تورثش غير المعلومات، تولي ماشي وارث هكذاك. فلذلك الان شوف، الان ابراهيم ماذا فعل؟ اوجس منهم خيفه، شوف الرحمه، قالوا لا تخاف، قالوا ما تخافش لا تخاف.
ودوك راح نقول له نتكلموا على هذه القضيه. قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. هذه جات على الحاشيه، هذه جات في الحاشيه. لماذا؟ قالوا العلماء ابراهيم عليه السلام هنا امتثل موقف الرحمه على قومه، ولما امتثل موقف الرحمه رحمه الله، الراحمون يرحمهم الرحمن. وابراهيم كان على كبر سنه يشتاق الى الذريه، ما عندوش ذريه، ولما كان منه هذا الشيء هذا جاءت نسبة المناسبة أنه تقرب إلى الله بتلك الرحمة على قومه، فبشره الله بغلام حليم، أعطاه ربي غلام. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني يبشر كل واحد محروم بما تقر به الأعين. فالله سبحانه وتعالى بشره. شوف الآن، شوفوا زكريا، زكريا ما كانش عنده، زكريا دخل على مريم وجد عندها رزقا، قال يا مريم وأن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه. شوف ما دعاش ربي زكريا من قبل، دعا ربي من قبل، بس حرك الدعاء تما كان نابت من ماذا؟ كان دعاء بنية أنه ربي يقدر يرزق بلا سبب. أنا ما عنديش والمرأة ما عندهاش، بصح ربي يمد. كي شاف باللي مريم جاها رزق بلا سبب، ما راحت للسوق ولا جاب لها واحد، هو عساس، هو راه عساس عليها زكريا، وكفالها زكريا. زكريا كان عساس على مريم عليهما السلام، ويجي يدخل عندها الماكلة. منين جات الماكلة هذه؟ منين جات هذه؟ أنا غالق عليها ونعس عليها، أنا اللي نوكل فيها ونشرب فيها، كيفاش جاتك أنت الماكلة؟ منين جاتك؟ قالت هو من عند الله، جاني هكذاك وحده، ربي بعثه لي. تذكر تم زكريا واش دار؟ قال ما دام ربي رزقها هي بلا سبب، ما تحركتش من مكانها وعطالها. إذا أنايا اللي راهي المرأة عاقر ما تولدش المرأة، وأنا راني شيخ كبير، إذا قادر يعطينا بلا سبب. أي ما تم التفت، قال ربي هب لي هب لي هب لي، يعطيني من عندك بلا سبب، هب لي مدلو بلا حاجة، بلا ما نتخذ سبب، هب لي من لدنك ذرية طيبة. اسمه فهم الرسالة ومباشرة، غير دعاء ربي بشرب الغلام. فالآن شوف الآن لما نعود نولوا إبراهيم، إبراهيم شوف الآن زكريا لما تقرب إلى الله والعقيدة نتاعه كانت يعني الدعاء نتاعه كان عن عقيدة أن الله عز وجل يرزق بغير حساب أو بغير سبب. إبراهيم عليه السلام خاف على قومه وامتثل الرحمة، قال أنا مش خايف على روحي، أنا نبي رسول، مش خايف على روحه، هو يخمم في الناس. أبكي تكون أنت همك في الأمة يكفيك الله، همك الهموم تاعك يكفيك. فالآن الإنسان اللي يحب عطاء رب العالمين يفرغ همه هو للأمة، والله عز وجل يكفيك، ما تخاف ما تخاف، لانه ربي راح يحمي لك الجانب تاعك، لانك انتك مشتغل. شفتوا هذاك الانسان الذي سمع صوتا في السماء قال اسقي حديقه فلان، منين جاتو؟ امه جفاف تبع السحابه هذيك ولقاها تروح فوق واحد القطعه تاع الارض، من الخلا ومن الخلا الاراضي تاع الناس كامل قاحله، وديالو في وسط الصحراء خضراء، يبعث لها ربي شتات يسقيها غير وحده. علاه؟ لانه الانسان يفكر في الامه، ثلث المال تاعو ليه الاولاد يوكل به وليداتو راه في سبيل الله، وثلث راح يخبيه يغرسوا يزرعوا المره الجايه في العام الجاي، وثلث يمدوا لفقراء الامه. همه ماشي تاعو ندير التاويل وندير كذا وندير سيتياسيون وندير هذه وندير هذه وندير هذه، تفكر في روحك. كي تفكر في الامه تشوف من بعد البركه تاع العمر اللي يعطيها لك الله عز وجل. وهكذا ابراهيم، ان ابراهيم لأواه حليم، حليم يفكر في الامه ورحيم. شوف هذه كلمة حليم اللي نحن وقفوا عليها احنا هنا في السياق هذا، ماذا قال عليه؟ قال فأقبلت امرأته في صرة، يعني أقبلت تحدث صوتا، الصرة هي الصوت هنا، فضحكت، ضحكت يعني جات تجري، ضحكت وسكت وجهها، يعني هنا كي سكت وجهها ضربت وجهها، وقيل ضربت جيبها، يعني ضربت الجنب نتاعها، المرأة كي تتخلع تضرب وجهها وتضرب الجيب بتاعها، يعني بمعنى جنبها، تضرب جنبها. هذيك الحركه هذه النبي عليه الصلاه والسلام قال هي من صفات اهل الجاهليه. كيفاش دارتها زوجة ابراهيم؟ على دارتها؟ كيفاش دير حركه كيما هذه؟ دوك مرأة يموت لها واحد من العائله وتبدا تضرب في وجهها، هذا يا ملعونه، لعنها النبي عليه الصلاه والسلام، وهي من الكبائر هذا الفعل هذا، وهي من خصال اهل الجاهليه. هل مرت ابراهيم دارت نفس الفعل؟ هي دارت نفس الفعل، بصح ما دارتوش تندب على مصيبه، دارته فرحا، يعني المراه تدير هذيك الحركه تقول لك
مثلا يعني كيجيها خبر غريب تقول كيف فعل هذا وتضرب على وجهها فسكت وجهها قالت عجوز عقيم. وهذا الدليل يعني عجبا كيف ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، يعني كيف اشنا ولد يعني ضربت وجهها عجبا ليس تسخطا على الله. بصح الأخرى اللي يموت لها واحد تبدأ تضرب وتندب تسخطا إظهارا لأنها مش راضية بالمصيبة تبدأ تضرب في روحها. فالآن ما فعلته زوجة إبراهيم موش كما يفعله النساء تاع الجاهلية وبعض النساء اللي راهم الآن يفعلون هذا عند المصيبة. فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم على وجه التعجب كيفاش أنني مرأة كبيرة خلاص ما كيفاش نولد أنا، ولكن كان رب فوق سبع سماوات وهذه احنا غيبناها رانا كي نفدو ندعي وربي رانا نعتقدو فيه موش قادر نعتقدوه موش قادر على هذيك موش يستجيب لنا. لازم ندعو الله وأنتم موقنون بالإجابة ولازم نحسن الظن فيه سبحانه وتعالى يمدها يمدها ربي عز وجل كيما ربي سبحانه وتعالى أعطاه يمد الولد. قال النبي عليه لو أنزل أحدكم على صخرة وقدر ربي الولد يكون الولد روح انتحلها. ربي سبحانه وتعالى هكذا هكذا قدير على كل شيء قدير. وإذا قال وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك قال كن ما فيهاش كلام كيش بيقول كيف قال كن فيكون. قال كذلك قال ربك امرت من فوق دوك تفكر انت عجوزه مش عجوزه جات من فوق ما عندك وانت هضري راحت السبه كامل تموت هنا. اذا هذه مليحه لينا حنايا احنا اللي رانا نشوفوا فيها مغلوقه كل ما تشوفها مغلوقه معناتها ماكش تعرف في ربي تعرفوش والله ماك عارفه كي تشوفها بلي كلش مغلوق وخلاص منين 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 كيفاش تجيب كيفاش راح تديرهم كيفاش راح تردهم كيفاش راح تعمل بسم الله ما كاش الله ما كاش اكتهدر نبلي ما كاش الله اكتهدر معنا بالواحد زيد واحد انت وربي ما معاش هادشي هذا. اذن قالوا كذلك قال ربك ربي قال يعني يقولوا لها يا امراه يوم ماشي طبيب قال ولا ربي قالها قال بلي خلاص عندك غلام. اذن انه هو الحكيم العليم حكيم سبحانه وتعالى يقدر الامور في وقتها اخر لكم الولد لهذا الوقت لحكمة منه سبحانه وتعالى وكذلك عليم بما يصلح لكم ولذلك أعطى الله عز وجل هذا الولد في ذلك الوقت. ثم قال الله تبارك وتعالى قال فما خطبكم أيها المرسلون خلاص القضية تاع الولد خلاص أبشرتونا وأعطيتونا إبراهيم شوفوا بشرة عظيمة واحد ما عندوش الأولاد ربي قالوا عندك الولد كيفاش يخرج. نسأل الله الفرحة هذه ربي يذوقها الجميع المسلمين اللي راهم محرومين. تخيل واحد يدخل عند المرأة دي هذا عند الجينيكولوج الداوي تخرج تقول له قالت لي طبيبة دركا عندك جنين يقول لي فرحان يروح يمشي ينسى سيارته ينساها فرحان. إبراهيم قالوا له عندك ولد على كبر سنه قالوا عندك ولد غلام حليم وهذاك غلام راه نبي راهي جاي. الآن الفرحة هذيك حط الموضوع على جهة عنده هم كبير دوك إبراهيم الفرحة فرح بها بصح حطها على جهة قال فما خطبكم أيها المرسلون أنتم ما كنتوش جايين باش تقولوا لي غلام برك ربي كي يهبط الأنبياء الأرض معناتها راح يعذب قوم قولوا لي واش كاين حب يفهم إبراهيم عليه السلام. قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين أو مجرمين كبار هذو واش راهم يديروا مجرمين كبار وهذا القوم هذو قوم مجرمين هما اللي راح يعاودوا يرجعوهم لنا دركا ويسموهم بكلمة جميلة ولطيفة بالمثليين يسموهم هكذا هم مجرمون هما ربي يسمهم مجرمون مش مثليين حتى ولينا نمشي ونشوف صور في بلاد الكفر يعني أشياء عجيبة رجل راقد مع راجل يعني شيء عجيب عبالك الفطرة ما تقدرش تتقبلها نهائيا. الدواب البهايم ما يمشي يديروها مش البهايم روح القرودة وروح وين حبيت ما يديروهاش يعني شوف شوف وين حبوا يرجعوا البشرية هؤلاء الناس. انظر ماذا أرادوا نسأل الله سبحانه وتعالى يثبت الموقف نتاع بلدنا وبلاد المسلمين والله ولهذا لأن هذا الشيء عبك يسخط علينا رب العالمين تولي غير مكان لا تستنى الحياة غير ما تستناهاش إلى هذا الأمر تفشى في الأقوام نسأل الله السلامة والعافية. ربي سماهم مجرم قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لأن ربي عز وجل خالق الأمة تعيش على قانون فطري غريزي لو كان إنسان يبدل القانون ربي يبدله ينحيه وإحنا ما نشحى بين ينحينا الله بالعذاب.
ولهذا ماذا قال؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين. حجارة من طين، الآن راح نوعية العذاب راح يبينها. مسومة عند ربك، هذه مسومة عند ربك للمسرفين. وقلنا وش معناتها أسرفوا؟ أسرفوا تجاوزوا الحد، تجاوزوا الحد بحيث أن ما يعملوا في شيء ما تقبلوش الفطرة. قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. في الأحاديث أو في الآيات الأخرى في سورة هود وغيرها قال إبراهيم هؤلاء بناتي، جاء هو قومه يجرون يهرعون يسرعون جايين حابين يطمعون في الضيوف. فخرج لهم إبراهيم قالوا ما ليس منكم رجل رشيد، يعني كامل كما راكم هكذا كامل، ما فيكمش واحد خير. لوط نهاهم عن ذلك وقال لهم هؤلاء بناتي، لوط عليه السلام قال معهم بناتي تزوجوا بهم زواج شرعي. وإنما الإنسان وقتش يعذب الله عز وجل لما يتجاوز مشي به قضاء شيء في نفسه، مشي بش يقضي حاجة في نفسه، وإنما يولي عنده الشذوذ فنا، خلاص يديروا كلش تجاوزوا الحدود. وهذا هنا يعطيك ضبط الشهوات عند الشرع تاعنا. الشرع تاعنا ضبط الشهوات، شهوة البطن والفرج والمال وغيرها، هذو الشهوات أضبطهم الشارع في القرآن والسنة باش تبقى الإنسان يأتي ذلك يأتي تلك الغريزة وتكون كمحرك برك الغريزة تاعك، تولي تأتيها وتجيب منها الذرية وتبني بها الأسرة وتعندك، يعني تولي هذيك الشهوة اللي كيدارك ربي ما تعيش بها بهيم، وإنما تقضي بها في الحلال وتجيب لنا ذرية طيبة وما شاء الله وتكون أسرة. هذيك الأسرة اللي تكونت كامل من شهوتك أنت. إذن هذيك التهذيب القرآني التهذيب الديني هو اللي خلى الإنسان يمشي بهذيك الشهوة يجعلها كالبنزين تحرك السيارة نحو العمل الصالح. أما هؤلاء الناس وش داروا؟ استعملوا البنزين في كل مكان، يعني البنزين هذاك الشهوة هذيك ودروا نحولها الحدود انتحها، وقالوا نحن دولة علمانية، نحن دولة ملحدة، نحن دولة لا نؤمن بالحدود، كاين حريات، اللي يحب يكون ذكر ذكر، اللي يحب يكون أنثى أنثى، واللي يحب يخير دركا خير وش يكون ذكر ولا أنثى. يحبوا يهبلونا. كيف أنت تقولي لا ذكر ولا أنثى؟ شك في روحي أنا ذكر ولا أنثى؟ كيش هذه؟ كيش عندنا إحنا هذه؟ ما عندناش. قولوها لأولادكم، لأن أولادكم هم يشربوا فيها في الألوان، يشربوا فيها في المدرسة، ويشربوا فيها في الكلمة تحت شعار الحرية. هذه ما كاش متستحيش، قولها لأولادكم متستحيش، خليه يفهمها، فهمها له أنت خير من يفهمها عند غيرك. فلذلك يفهم أن هذا الأمر هذا أنت ولد وأنت ذكر وأنت رجل وعندك صفات الرجولة، مشيتك وقعدة نتاعك والكلام نتاعك رجل، أنت خلقك الله رجل، وديرها كي تعمر الورقة عمرها أنا ذكر ورجل تاني قاع معاها، ما تقولش أنا بين وبين. دوك في إسبانيا قرر قانون دوكا هذا العام، قانون في إسبانيا قاتلهم الله، قانون أنه دوك الآن ممنوع تقول أنا ذكر وأنثى حتى تلحق سن معين 16 سنة ولا شحال، كيت من بعد دي سيدي على روحك. هبلوا هذو ينصرهم الله، هذو نخافوا منهم إحنا، مين ينصرهمش الله؟ هذو يموتوا يريبوا يروحوا هذو الناس. ولذلك الآن نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الدين والإسلام، نحمد الله أن يخلي الإنسان في فطرته. شو كي تخلي الدين وين تروح؟ شفت الشعارات هذيك حرية وعندهم حرية وعندهم كذا، شفت وين راحت من بعد؟ يولي الإنسان يدخل في البهيمة وخير منه. البهيمة والله ما تدير هذا الشيء هذا، البهيمة لا ترضى لبناتها ولا في أزواجها أنها تنتهك وهو راضي. هم الدياثة عندهم عادي جدا. البهيمة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا حديثا أو جاء حديث عند بعض الصحابة في حكم المرفوع، قال كان في من كان قبلكم قرود كانوا نايمين، فاعتدى يعني اتفقت قردة مع قرد ففعلوا ما فعلوا. فلما انتبهوا يعني الزوج انتهى انتبه قوم كامل هذوك القرود ناضوا واتهم زوجته وهذاك القرد هذاك، فشموهم لأنه الحيوان شموهم، فوجدوا أنهم قد ارتكبوا فرجموهما حتى الموت. قرود يعني شوف قرود هذا داروا هادشي هذا. ومن بعد هما وين لحقوا كلاو الخنزير وشربوا الخمر، راحت لهم النخوه والرجوله ولو يرضى عادي ما عندوش مشكله، وزوجته وبيته وبنته وبيت ما عندوش مشكله نهائيا. هذا مشوا فيه حتى الناس يعني نسال الله السلامه والعافيه اللي يحبوا يقلدوا الكفار وهم عايشين بلاد المسلمين معانا هنا، وحبوا يقول كان شغل قاوري نحن متفتحين ما شاء الله، ومشى في هذيك الطريق
نسأل الله السلام. قولوا البهيمة، البهيمة أنت متقدم، البهيمة والله ما كيما أنت. وزيد على قوم فعل قوم لوط كذلك، البهيمة لا تفعلها. إذن هؤلاء الناس انخصوا تحت البهائم، نسأل الله السلامة والعافية. إذن ماذا قال لهم؟ مسومة عند ربك للمسرفين، أسرفوا تجاوزوا الحد، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، نقاهم ربي عز وجل أسرفهم. قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هنا المعتزلة استدلوا واحتجوا بهذا على أن الإيمان والإسلام كيف كيف مع بعض، بأن الإيمان ما يزيدش وما ينقصش، وهذا خطأ. هنا المؤمن، كل مؤمن هو مسلم، كل مؤمن هو مسلم، ولذلك قال من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، بمعنى أنه وجد الله تبارك، وجدوا الملائكة وجدوا بعض المسلمين، يعني حاجة قليلة، يعني غير حاجة قليلة، خرجوه من ذاك البيت. وبعد ذلك حتى تولي هذيك المكان الجغرافي، البقعة هذيك كامل اللي حاضرين تما لازم يتعاقبوا. الآن بدأت تهيئة الأرضية للعقاب، وهي تطهير المسلمين الذين لا يستحقون العقاب. فقال وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. هنا كيف كان العذاب بتاعهم؟ جاء جبريل اقتلعها، جبريل وجد لها، نزل هي نزلت عليهم الحجارة من 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 طين، وبعد ذلك جاء جبريل رفدها الأرض هذيك كاملة بها، ما خلى حتى واحد من قوم لوط. دوك قوم لوط هذو ما عندهمش سلالة، كاشهم فناهم ربي سبحانه وتعالى، رفدهم كامل كما راهم بهم بالأرض نتاعهم، قطعها الأرض هذيك، قطعها كما تقطع أنت الورقة هكذا بال، ولا تقطع الطارتها هذيك، رفدها في السماء جبريل حتى سمع ماذا؟ صراخ الصبيان والكلاب ونبح الكلاب والنساء، النساء يصرخوا والصبيان والكلاب ينبحوا. رفدهم السماء وقلبها وحطها من فوق، ولات أرض جديدة، جيب قوم آخرين، كل سهل على ربي سبحانه وتعالى. ورهم هذوك الناس خلاص مكاش غير موجودين، كانوا هنا وراحوا. أغضب الجبار، كي غضب الإنسان ربي غضب عذاب الله ما نقدروا له، احنا نسأل الله السلامة والعافية. أغضب الجبار سبحانه وتعالى، اقتلعها جبريل ورفعها وأقلبها وحطها بكل سهولة. قال ربي سبحانه وتعالى كما ذكر الله عز وجل في قوم صالح ولا يخاف عقباه، هذه الكلمة تعجبني أنا. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، دمدم عليهم بذنبهم ربي سبحانه وتعالى، فسواها، أرجح نيفو مكاش الهدرة، مكاش بنادم فيهم مقعد، ولا يخاف عقباها قالهم، يعني يطبق ما يخاف من بعد حتى رد فعل، ما يخافش من رد فعل، ولا يخاف العاقبة. كي دوك أنو كان زعما رئيس ولا كاش واحد أمير ولا ولي تاع دولة ولا مالك ولا يحب يحكم قرية، هذوك القرية حتى ولو كانوا ظالمين يحب يقتلهم كامل على خطأ، يقول لك المحكمة الدولية ديرني مجرم حرب وديرني كذا، وبعد نولي ينحوني من السلطة تاعي ويولي المحكمة الدولية تحاسبني، ولو أنه هو راه مالك، مالك هو، ويخاف من عقوبات أخرى، يخاف من ردود الفعل تاع الشعب نتاعو، يخاف بالك حتى العائلة تاعو تنكر عليه الفعل هذا وتتمرد عليه، يخاف حتى بالك الجيش تاعو يتمرد عليه يقول له كيفاش تقتل الأمة كيما هكذا. ربي كي يضرب العقاب هذاك ما يقعدش يستنى يخاف بالك يقول لك دوك يجيني رد فعل منها ولا منها ولا منها، ولا يخاف عقباها، لأنه القوي سبحانه وتعالى قوي، ولا أحد يستطيع أن يرد على الله، وهو القاهر فوق عباده. ولهذا نحن نخافه، نخاف من عذاب الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى يعصمنا وإياكم، وأن يطهر مجتمعاتنا من كل رجس وفسوق، ونسأل الله العظيم يتقبل مني ومنكم الصيام والقيامة والقرآن، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.